أربعة شارع شريف. الله 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 الله. النهارده رضوى سامي مصممه الازياء اللي معانا عملت لنا اجواء حلوه قوي، وحسيت يعني لسه كنا بنتكلم على نيرون وايطاليا وكده، وحسيت ان انا دلوقتي قاعد في الشارع في ايطاليا بتفرج على فاشن شو في ايطاليا. حبيبي منوره. الله يحبك. هو في حاجه طلياني في 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 الفاشن؟ انا حاسه ان انا الكولكشن ده كله متاثره باللوك الايطالي، ما اعرفش ليه، باللوك الايطالي الميديفال ايجز زي ما بيقولوا في العصور الوسطى. ايوه. وبعدين بقى لي فتره عماله بتابع الكات ووكس بتاعت ايطاليا في الفترات الاخيره دي، فتلاقيني وانا بصمم اتاثرت بيهم غصب عني. أوكي. ما اعرفش ليه، حاجات حلوه قوي. حبيبي يا منوره، ميرسي. احكي لي بقى الخامات اللي انت مستخدماها دي ايه؟ طبعا الخامات الشتوي، كل الماتيريال الثقيله زي الجلد، انا بحب الجلود الطبيعيه، غير انها جلود طبيعيه بحب ابطنها كمان. اوكي. والصوفات بكل انواعها، والجبردينات اللي واخده صوف برضو، والجوخ الايطالي. جوخ ايطالي؟ جوخ ايطالي. ما عندكيش قماش مصري؟ يا ريت. في لا في، بقول لك ايه، على فكره والله يا لا لا لا، هاخدك اوديكي، هيريحونا، هاخدك من ايدك اوديكي اوريكي القماشه المصري الحلوه فين. طب وردي ده مليانه قماشه مصري حلوه. يا ريتهم هم اللي بيعملوا يا شريف. انا عارفه القماشه الشرقيه اللي انت بتتكلم عنها دي. لا غير الشرقيه، في حاجات ساده حلوه، اسمعي كلامي. طب خلاص يلا نروح مع بعض. وفي جلد مصري يجنن. ايوه، الجلد الطبيعي المصري تحفه، مفيش احسن طبعا بقينا. ده مفيش كلام فيه، انا فعلا مستخدمه الجلود الطبيعيه مصري. بس سيبك انت، كولكشن تجنن. الله يخليك. بتعقد. طيب هنشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل الكولكشن. يلا بينا فاصل نرجع لكم، خليكم على الرقم واحد.
مش فاهم مين اللي اخترع ان الموديل لازم تبقى مكشره. اه فعلا. ليه؟ ما اعرفش بس بحس انها واقعيه كده انها تبقى مكشره. انا ما اعرفش اتصور غير وانا مكشره، ما اعرفش اضحك. لو ضحكت ازعل والله. لو ضحكت لا ما هو زي القمر اهو. لو ضحكت في الصوره ده انا بقول اقول لايرا مثلا والبنات ايه ما تضحكوا يعني اطرف عشان يعني مش لا فعلا مش صح. وبالذات بقى في لما يبقى في فاشن شو رجالي وعندنا بقى في مصر المودلز الرجاله بيتقمصوا الدور جدا. ما هم اصلا شكلهم كده من غير ما يتقمصوا. تلاقيه يديك الوش الجبس يطنح كده في وشك تبقي مش عايزه تشتري اللي هو لابسه. ما تضحكوا عادي، ما الناس البشر بيضحكوا عادي يعني طبيعي. ما علينا، بنرحب مره ثانيه براد وسامي اللي مشرفانا النهارده ومنورانا وعامله كولكشن حلو. بقول لك ايه، الجلد مع الشيفة حاجه لطيفه جدا. اول مره اشوف التركيبه دي. ما هو برده ده انا اتعلمته من الفاشن الايطالي. اوكي. هما بتلاقيهم مدخلين ماتيريال تقيله في ماتيريال خفيفه كده، بيعملوا حاجات انت ما تتخيلهاش. فبقول لك انا غصب عني كده لقيتني بعمل الحاجات دي زي ما هما بيعملوا. وانت بقى البتاع اللي انت لابسه ده، ده برضو ديزاين بتاعي. ده جلد والقماشه دي اللي عليها ده مفروض كشمير. جلد مطرز بسرمه. ده مطرز على الجلد؟ جلد مطرز بسرمه. هو دي بتاع المدلدله من النضاره دي مش عامله لك دي فظيعه؟ دي عامله لي موت حلو قوي. شفتي يا منى منو لابسه النضاره مدلدل منها الماز؟ انا اتخيلت دي فظيعه. انت بتغاظ مني اصلا ما انت شفتني. انا بتغاظ منك طبعا. اول مره الاقي حد لابس نضاره من غير عدسات غيري. لا ده انا لابسها لك مخصوص عشان انا عارفه ان انت بتحب كده اصلا. ايوه طب انا بداري الديفو اللي في مناخيري. يا شريف ما مالها مناخيرك؟ ما هي جميله. هي شريف عامله زي المنقار. لا دي جميله خالص حبيبتي. دي جميله. مين؟ ايوه ايوه من اخر دي انف العظماء. انف العظماء وبيقول لك الجبهه العريضه دي. عمال يزح لورا. شكل الجمجمه ليه شكل معين كده؟ بيدلعوني بيدلعوني. طيب قولي الناس تتواصل معاكي ازاي؟ عن طريق الفيسبوك رضوى سامي فاشن ديزاينر، سواء بيج او جروب، والويب سايت بتاعي برضو www.radwasami.com، وفي الانستجرام رضوى سامي فاشن ديزاينر برضو. ورضوى سامي بقى دي تتكتب ازاي؟ ار اي دي دبليو اي S A M I. M I مش M Y؟ لا M I. ماشي. رضوى سامي. سامي آخرها I مش Y. Y. فاشن ديزاين. أنتِ بتصدري؟ بجد؟ وتودي فين حاجتك بقى؟ حالياً الحمد لله أنا بقى عندي لينكات كتير في يعني. والله؟ هو تلاقيهم بيحبوا الحاجات دي قوي. بس على فكرة اتعرف برضو من الناس اللي عايشين برا، يعني من المصريين أو من العرب اللي عايشين في أوروبا برا. اوكي. يعني كذا حد يقول لي انا لبست حاجه مثلا ونزلت فيها واتقلت. فانطلبت مني. أوكي. زي برضو المودلز هم روس فبيعجبهم قوي الحاجه وبقوا لبعض. طب قولي انت بتصنعي عندك ورشه بتصنعي؟ عندي مصنع بتاعي. والله في القاهره ولا فين؟ لا في اسكندريه وفي دمنهور. وانت جايه من اسكندريه؟ من دمنهور. انا النهارده كمان كنت في دمنهور. بجد؟ ايه ده انا ما اعرفش المعلومه دي. ازاي يعني يا شريف؟ وانا سالتك نفس السؤال قبل كده يا شريف؟ دي سادس مره اسالك نفس السؤال. يعني ده احنا بنتكلم ونتناقش. ده المتخلف ده. كل مره اسالك نفس السؤال يلا مش وانت تقولي لي كده وانا بجاوب يعني عليك. قبل كده خمس مرات استضفتك اقول لك انت من دمنهور تقولي لي انا جاي لك من دمنهور اقول لك ايه ده بجد كل مره اقول لك طب ده كده شكلي انا اتعودت اصلا يعني اللي هو انا محضره راح اقول ايه. ده معناه ايه يا منى مينو يا سوسو؟ سني حبيبي معلش. 46 سنه؟ يا قلبي. وانت برضه وانت فوق ال 50. ما هذا هايمر يا باشا. لا والله مش بالسن. ايوه قالت لك مش بالسن. طب الموديل انتوا جاهزين؟ جاهزه؟ جاهزه لبستوا حتى كده؟ ولا مش ايه؟ انا مش ايه كلام عربي ازاي؟ ار يو ريدي؟ وفين ايرا؟ لسه مش ريدي؟ هتبتدوا من غيرها؟ لا هستناها. طب تيجي نشوف الجزء الاخير؟ يلا يلا نشوف الجزء الاخير من الفاشن شو. مزيكا. We'll be right back.
حلوه قوي. انت شرفتيني نورتيني وحاجات حلوه وكل كولكشن ستايل. الله يخليك، مبروك الاول على السيزون الجديد. ميرسي بجد، الديكور فظيع والمكان فظيع، بتحس براحه نفسيه وبتحس ان انت قاعد بجد في شارع واو، يعني بيرجعني كده جو فنانين كده حاجه واو. يا رب دايما موفق يا شريف، يا رب انت تستاهل كل شيء. ميرسي جدا رضوى سامي، شرفتينا نورتينا. ميرسي حبيبي، كتر خيرك. تحياتي لاهل دمنهور. باي. نورتيني. ميرسي يا حبيبي. شكرا شكرا. وبشكر طبعا منامينو على الاكل الحلو. العفو. ميرسي كمان يا سوسو. العفو. واستاذ عمر فتحي، صوتك حلو قوي، اتشرفت بيك. ومحمود الرسم بتاعك يجنن، شرفتيني ونورتيني، اهلا وسهلا بيكم. مزاسي بتصفر ليه؟ بتجرب ايه؟ او بتحفر لسوسو ممكن عشان بتحفر لسوسو؟ انت بتعكسها قدامي؟ هنختم ب يلا بينا بنشيد يوم الثلاث؟ اه يلا. يلا يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، ونختم تحت الشباك. شكرا لكم، باي باي. مزيكا.